بنتكلم عن الولايات الشمالية وجهوزية الولايات الشمالية، والأسبوعين اللي فاتوا كنا بنتكلم عن دونجولا والخلايا النايمة، و في مجموعات أو عصابات عندها اسم، يعني عندهم تيمان حتة كده. فتيمان الحتة ديل هي مجموعة بتاعت عصابات ونهابين كده في دونجولا، ومتعاونين طبعا مع الدعم السريع عشان نخطها لون واضحة يعني. وعندهم أسلحة وعندهم بيوت اختاروها وخطوا فيها سلاح ومخازن، والدولة عارفة الحاجة دي يعني. الاستخبارات احنا رفعنا لهم معلومات بتاعت خلايا نايمة للجيش للمباحث لغيره، اشتغلوا فيها لكن برضو ما زالت يعني مشكلة تهديد. والتهديد بيظهر في عدم استقرار المواطن في دونجولا والمحيط حق دونجولا، وعدم ثقتهم في القوات المسلحة. وبدأ الحراك في الولايات كلها. دونجولا من يوم الجمعة ما كانت عندها حضور كبير، إلا مجموعة من الناس تسليح بتاع مواطنين، والوالي برضو ما شايفه في تفاعل، وقائد الحامية برضو ما في تسليح، ما في يعني الناس مشككة كتير. يعني أنا بنقول الكلام ده مباشر لمواطن دونجولا، أنا ما برفع الكلام ده للبرهان أو لمجلس سيادة أو لمجلس قيادة أو كذا. أي منديين أحسي ظهرت قوتها وظهرت تماسك المواطنين وظهرت جهوزيتها، فالدعم السريع بتفاداها أكيد يعني، وبتعلن إنها جاهزة يعني. فالبيحصل الآن في دونجولا كلام كثير. أمس أنا ثبتت التعليق بتاع وتين سلطان بتقول لي الولاية الشمالية سلحنا وإحنا جاهزين وكده يعني. والتفاعل حقيقة في أرض الميدان يا وتين ما بحجم الكلام اللي أنت قلتيه يعني. وإحنا برضو ما زلنا ندق ناقوس الخطر، والولايات الشمالية أولاده كلهم مغتربين يعني. والباب التعدين اللي اتفتح ده دخل أغراب من بر السودان يعني، وده لا نأتمنه على أعراضنا ولا على بلدنا يعني. والتعدين العشوائي ده هو يهودي نتائجه يعني. فطالبنا بأنه أقلاها كانت قفل التعدين، وسيد الوالي طلع قرار بالولايات الشمالية دي كلها ونهر النيل وغيره يتوقف التعدين فيها تماما لحد ما توضح الرؤية يعني. ده أقل قرار يعني، إذا ما صدر قرار بإعلان حالة طوارئ أو تعبئة عامة يتحملها السيد القائد، لكن ده أقلها يعني. فبنخاطب أولادنا المغتربين في كل بقاع العالم، السودانيين في كل بقاع العالم. لازم أول حاجة تكون بين خيارين، وأنا شفت هاشتاج أمس ومفروض ننزله يعني، اللي هو إنك تجهز غازي أو تغزو بنفسك يعني. أما القعاد بتاع إنكم قاعدين فاتحين هج جديد شنو في السودان الليلة، والبرهان عمل شنو، ما قلنا لكم جيشكم، ما قلنا لكم الموضوع ده وصل اللحم الحي يعني. سنين غربتك دي انت جبتها شنو؟ بنيت لأهلك بيت بجد عامي بيقلعوا، اشتريت لأبوك عربية توديه الجامع وترجعه وتوديه المستشفى، الدعامي بيجي بسوقه هو عمره 16 سنة. فالنموذج شفناه الليلة في عبر، المواطن داير قيادة وداير الجيش يكون قدامه، لأنه في المرحلة دي احنا محتاجين الجيش يكون قدامنا. احنا ما طالعين نعمل فوضى ولا دايرين نخرب بلدنا. التعبئة اللي أعلنها قائد المنطقة العسكرية في عبرة، التعبئة دي كانت مهمة جدا، إنه قال يا أخي إحنا اللجنة الأمنية قلنا أي مواطن يشيل سلاحه ويشيل كلاشه ويكون في الصف الأمامي، المواطنين أي زول أي مخزن عندنا حنفتحه مخزن سلاح، الدارج يسلح طوالي جاهزين. اللجنة الأمنية جاتهم تعليمات إنه ما يسألوا مواطن إذا شايل سلاح في الشارع، أي سلاح قال الدرع في الرقبة، تكون شايل كلاشك درعه في رقبتك، والطلقه تطلع للعدو. وهدى احنا ممكن نسمع كلامه حسي. امنيه تعاهدنا فيما بينكم، احنا كاجهزه امنيه تعاهدنا فيما بيننا، اول حاجه ما عندنا سلاح بيخش المخازن. اي بندقيه حتكون في رقبه زول ان شاء الله. الحاجة الثانية، قعدنا
في محلية شندي طلعنا قرارات واضحة. أي زول عنده سلاح يدرع في رقبته. ما في أي جهاز أو أي إخوة في اللجنة الأمنية حتزعلك وأنت شايل بندقيتك. وكل سلاحنا ده كل سلاحنا ده موجهينه وين؟ في العدو. الكلام بتاعه واضح. قال انه المخازن بتاعت الاسلحة حتتفتح واللجان الامنية في ولاية في شندي في نهر النيل ما حتسأل مواطن شايل سلاحك ده لانه ما في اعتراض ما في اي حاجة. ودي اعلن التعبئة العامة واعلن التسليح العام واعلن انه هو فوق القيادة. وده الكلام اللي احنا دايرينه انه الجيش يتصدى للمسؤولية ويقود المواطن. مسألة انه احنا نرجع ومسألة انه البلد يكون قراره في يد زول واحد. وانا هنا اعني البرهان انه القرار يكون في يد البرهان. هو اللي سوقنا للتفاوض، هو اللي رجعنا، هو اللي اعلن لنا استسلام، هو اللي اعلن لنا حرب. الحاجه دي احنا اخواننا تجاوزناها. القرار بقى في يد الشعب السوداني. البرهان ما عنده تفويض غير انه ينتهي من التمرد ويدحر التمرد ويقضي عليه. تفويض البرهان ما يقعد يتفاهم ويفاوض ببيوتنا. متر مربع واحد في السودان البرهان ما عنده الحق يتفاوض به، اما انه يسلمه ولا انه يسكن فيه زول ولا كده. الناقوس الخطر الدائره تقول الان انه اعلن عن لقاء بين البرهان وحميدتي يوم 28. اللقاء ده المخابرات الدولية وأمريكا وكينيا ويوغندا وعنتيبي وأثيوبيا والاتحاد الأفريقي والإيجاد والحرية والتغيير بيستعجلوا لليوم 28 ده. استعجالهم حيكون بإضافة مناطق جديدة تكون في الدعم السريع عشان يزيد فرص التفاوض حقتهم ومكاسبهم تعلى، وفي نفس الوقت يحطم الشعب ويورينا انه ما عندنا حل غير نتفاوض. فهمت؟ فالحاجه دي حسمها في يدنا احنا. التسارع بتاع خطوات الحريه والتغيير والدعم السريع والمخابرات والخونه من القوات المسلحه والخونه من من من, من قيادات القوات المسلحه احنا حنقابله بخطوات اسرع. فالان احنا في مرحله الولايات تعلن جهازيه مواطنينها. المرحلة اللي بعديها حنبدأ في مسألة الفزع، دي حتشوفوها بكرة إن شاء الله. يعني من بكرة كده حتبدوا تسمعوا إنه مجموعة من أولاد كسلة، مجموعة من أولاد نهر النيل، مجموعة من أولاد الجزيرة أربجي، مجموعة من أولاد كوسي، مجموعة من أولاد سنار، حتسمعوا بيهم حيبدوا يتحركوا ويعملوا فزع لبعض. وشفنا النموذج ده الليلة في الجزيرة في حتتين، حصل فزع والدعم السريع هرب. والمسألة دي احنا ماشيين فيها. الخطوة اللي بعديها عندنا حاجة اسمها الزحف المقدس. الزحف المقدس ده لما المواطن ده يشيل كلاشه ويبدأ يتحرك على مراكز التمرد ومركز المعركة في الخرطوم او في اتجاهات كبيرة ومدن كبيرة زي مدني، الوقت داخل الجيش يا يتفرج ويصفق لنا يا يخش معانا. لكن تاني احنا الكلام ده ما واضح. يعني احنا ما حنسمح البلد تضيع ولا حنسمح انه اعراضنا تضيع في مقابل اوهام في راس الناس. واحد من الاوهام انا كنت بناقش في دعامه ديل، العقليه بتاعت النقص. اي زول ناقص هو دعم سريع حسي. اي زول عنده مرض في نفسه في قلبه حاسس بنقص في الدنيا دي، حاسس بحقد تجاه زول، لازم يكون دعامي ولا داري درس عصر. فبيتكلموا عن انه الحرب دي ما عندها حل غير التفاوض، وده الكلام اللي بتروج له حسي قحط وبروج له الدعامه. حلو، نتفاوض في شنو؟ قالوا نتفاوض مع الدعم السريع. نتفاوض معه في شنو؟ المشكله هنا شنو؟ يعني الدعم السريع داير شنو حسي؟ حميتي داير شنو؟ حميتي ده حاجاته اتغيرت من بدايه المعركه لحد هسه. اول حاجه قال دار اقبض راس الدوله اخته في السجن واقعد مكانه واجيب الاطار والديمقراطيه. بعد شويه بقى داير يفاوض ويلاقيه. ده ما كان حميتي ما كلامه كده. حميتي كان كلامه انه امسك البرهان وديه السجن. وحميدتي بعي لسانه واعترف انه الحريه والتغيير والكتله الديمقراطيه وحمدوك شاهدين على الحاجه دي ومعاه ومؤيدينه انه يقبض البرهان يوديه السجن ويجيبوا الديمقراطيه والاتفاق الاطاري. قال الليله حميدتي داير يقعد يلاقي البرهان يتكلم معه. يتكلموا في شنو؟ يتكلموا في انه يقسم الثروه والسلطه ومناطق نفوذ الدعم السريع. المناطق دي حقه المواطن ما حقه الدعم السريع. احنا بنقول حميدتي ده اجنبي وبنقول حميدتي تشادي
وبنقول الجيش بتاع حماية ده الأجانب. الكلام ده قالته أمريكا، قالته الأمم المتحدة، قالوا رئيس الدولة ذاته، ما قلته أنا، قالوه الناس الأسي. بنشوف صورهم أجانب في مدني، أجانب، واللهجة بتاعتهم والسحنة بتاعتهم أجانب. أنا ده كيف أفاوضه في مدني؟ أفاوضه كيف في مدني؟ أفاوضه كيف في بيوت الناس؟ مين اللي عنده الحق يفاوض إنه الدعم السريع يقعد في البيوت دي، يقعد في المدن دي عشان يجي أنا؟ مين اللي عنده الحق؟ الحق عند سيد البيت ده ذاته، ما عند البرهان. البرهان ما بيقدر يتكلم باسم 35 مليون سوداني، ما بيقدر البرهان، ولا عنده التفويض ده. وإذا هو قاعد مع حميتي بالنسبة لنا البرهان لبس كدمول، حنجي بعد ذاك نقول أولاده قاعدين في مصر، قاعدين في الفيلا الفلانية في العالمين، بعدين رحلوهن المدينة الإدارية، المشا أجر الكلام ده على قديم مدير مكتبه، لو داير البرهان صور فيديوهات أولادك طلعوا من شهر 7 بجيب لك، الطيارة ركبوا فيها بجيب لك، القاعة كله بجيبه لك. هاجي بعد ذاك أقول البرهان ده لاف في كدمول. أنا ما بقدر أتكلم معاك باللغة دي من يوم 15/4 لأنه في يدي ما في حاجة. حسي أنا في يدي شنو كمواطن؟ يا هو ده الكلاش قدامي. انا في يدي في كلاش. البرهان ده اول عدو بالنسبه لي حيكون. كلامنا معاك واضح، انت ما عندك تفويض تمشي تقعد ليه مع الزول ده بحجه انه احنا والله يا اخي نحل المشكله بالتفاوض. التفاوض تحلها معاه في القصر الجمهوري والقياده العامه. دار تسلم عرضك كجياشي، ده موضوع بيخصك يا مهندسين، دارين تبيعوا له شرفكم براحتكم يا جيش. لكن القياده العامه دي ما دام القطعه حقتها قاعده في السودان فهي تخصنا لو ولا تخص الجيش السوداني. لك التحية يا سرفة، كلام جميل جدا، وكل الناس عارفين انه ولاية الشمالية ولاية مستهدفة من بداية يعني حرب. كان تذكروا انه عبد الرحيم بقول مروي ده حق منو، المهم كله مستهدفين وعندهم تحديدات جت مباشرة على ولايات الشمالية ديل. فيا اخوانا دي ودا جت كده خطر وما تجامل زول. ناس لازم تمشي قيادة الفرق وتتصلح زي ما ناس اطبرة وناس نهرني الامله تكونوا جاهزين اي زول يكون سلاح في رقبته. دي زمن يعني وده جد مفصل في تاريخ السودان، وجد كده الخطة عملوا اللجنة العامية في ولاية نهر النيل دي، مفترض كل ولايات تطبق نفس الخطة دي. اللقاء برهان وحميتي ده على الأبر من أو من قبل كام يوم، فالجنجويد دل تاني خالد بيقى استعلوا يعني بقولوا إنه جنجويد البرهان ده يجينا بصفة وقائد لجيش السودان وليس بصفة رئيس مجلس السيادة، أو وبرضه قام قال يجي يقول لنا هو بدل الحرب ويتعاون مع عناصر النظام البعيد ويعتذر للمجتمع الدولي. ده كله شروط وده كله كلام فارغ. برهان اذا كان فات وقاعد قدام الناس بزاد يكون بالغ، بزاد يكون زي ما قلت يقول لابس كدول، ما عنده اي حق انه يمشي يتفاوض باسم شعب السودان. الشعب السوداني يفاوض انه ينهي جنجويد، ده كلام ده واضح وصريح. كل الشعب السوداني بس على كده انه انت قائد جيش وكلناك انك تنتهي من الجنجويد، مش تمشي تفاوضهم. لأن الناس زي ما دي بيجي بيتكلم بصوت عالي جدا، فزي ما قلت إن الحجمات الأسي شغالة دي كله دار يغو موقف في التفاوض، لأن كلامنا ما هيحصل. فنتمنى إن الشعب السوداني كله أخونا يشيل سلاحه اللي يفشل المخطط الماشي ديل. الناس دي بحاول بكل طرق إنه داري يطلوا السودان برا السيطرة عشان المجتمع الدولي يجي يخش هم يكونوا قاعدين، وكلامنا ما هيحصل إن شاء الله. مهما عملوا هنا مع مؤسستنا العسكرية وبنسق في وطن الشعب المصلى، وعارفين في طابور خامس داخل الجيش وفي كل شيء قاعد جيش انه يعني معركة خاصة داخل الجيش. فمهما حصل احنا بنبني جيش واحد، وسودان ان شاء الله ما بعد 15 اكتوبر ما يكون زي قبل، ما يكون زي قبل. وناس دي كله ما بقى الا ناس كله دي مرحلة انه يتحمل مسؤولية الوطنية عشان يشيل سلاح ويطرد المستعمر قاعدين ديل، لانه الناس ديل شغالين استيفار السنة قبل من كل الدول غرب افريقيا ديل. فليه السودان ما نتهد؟